من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وإذا كان الماء قلتين يا إخوان لم يحمل الخبث، هذا هو العدل، هذا هو العدل والإنصاف. من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فإذا كان صوابه كثير وكانت منطلقاته منطلقات سنية سلفية وعنده تعظيم للسلف ودعوة لاتباع الدليل، لكن هفت قدمه، هفى علمه، يعني أخطأ قلمه، فحينئذ نحذر من خطأ لذات الخطأ، ولكن تبقى له منزلته. يعني مثلا أخطاء الجهم بن صفوان هل أتعامل معها مثل ما أتعامل مع أخطاء الإمام النووي؟ النووي منطلقات السنية سلفية، لكن عنده شيء من الأخطاء الأشعرية، فحينئذ هل أتعامل مع أخطائي كما أتعامل مع أخطاء الجعد بن درهم؟ هذولك منطلقاتهم بدعية يا رجل، هذا منطلقاته تعظيم الحديث، تعظيم السنة، تعظيم القرآن، تعظيم السلف الصالح، تعظيم الصحابة، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. فإذا لا أحاكم هذا كما أحاكم ذاك، لأن هذا منطلقاته من تعظيم السلف، ذاك منطلقاته ها بدعية مرة، بدعية مرة. فهذا اللي يقول لا، لا تعمل بقاعدة الموازنات، لا، نقول لا، نعمل بقاعدة الموازنات مع من منطلقاته شرعية سنية سلفية لكنه زلت قدمه في بعض الأخطاء، وأما من كانت منطلقاته غير سنية ولا سلفية أصلا ولا عند التعظيم للسلف فهذا ما نتعامل معه بقاعدة الموازنات. يعني هل أحد منا يطلب حسنات الجهم بن صفوان؟ هل نذكر حسنات الجهم بن صفوان؟ لا، ما نذكره لأن منطلقاته مو شرعية، فلا نذكر من الجهم إلا سيئاته. لكن لجينا لابن الجوزي ولا الإمام النووي ايش نقول لهم؟ حسنات، نذكر حسناتهم، نذكر شروحهم واياديهم المشكوره وجهادهم ودفاعهم وبرعهم، ولا يذكرها اهل السنه ولا ما يذكرونها؟ يذكرونها، لكن مع ذلك نحذر من تلك الاخطاء لذات الاخطاء، ولا تنقص هذه الاخطاء ميزانهم واحترامهم في قلوبنا. هذا هو الذي ندين الله به.